مرحبا بكم أعزائي طلبة المرحلة الخامسة في تتمة المحاضرات المتعلقة بالأمراض الطفيلية في الأسماك. في المحاضرة السابقة درسنا فريش ووتر فيلفت ديزيز، طبعا أخذنا نظرة عامة عن الباراسيتيك ديزيزز ككلاسيفيكيشن، لكن كان للاطلاع، وبلشنا بالفريش ووتر فيلفت ديزيز، وبعدها اكثيو بودوسز، بعدها كيلو دنلوسز، واليوم الاتش انفكشن او اكثيو فيثروسز. الاتش نسميه فريش ووتر وايت سبوت ديزيز، او نسميه باسم الكوزاتيف ايجنت اكثيوفيثروس مالتيفيلس انفكشن، او نسميه اكثيوفيثروسيس. اتش از ون اوف ذا موست كومن ديزيزز اوف فريش ووتر. فيرتشوالي اول فريش ووتر فيش ار سسبتبل تو انفكشن، يعني مو بس الكارب، عده انواع من الاسماك واللي هي تعيش بالمياه العذبه. Although scaleless fish such as catfish and loaches are especially vulnerable, up to 100 mortality may occur. أكثر شيء طبعا يكون بالكاتفيش. الكاتفيش هي من الأسماك اللي لها أهمية تجارية، أهمية اقتصادية، لأن أيضا تربى وتنتج على بشكل تجاري كما في الكارب، ولذلك تكون حساسة أكثر. فهذا نقطة مهمة عندنا. اللايف سايكل، ذا اتش تروفوزويت اللي هو الفيدنج ستيج نسميه تروفوزويت، فيد ان نوديول، اوكي، اللي هي سمول كافيتي ميد اند اكوبايد باي ذا اتش سيل. طبعا لحد الان احنا بدنا نحكي بالبروتوزوا كلها سنجل سيل، فورمد ان ذا سكن اور جل ابيثيليوم. افتر ات فيدز وذين ذا سكن اور جلز اتش بريكس ثرو ذا ابيثيليوم فولز اوف ذا هوست اند فورمز ان انكابسوليتد ديفايدنج ستيج اللي هو التومنت. عندنا فيدنج ستيج اللي هو الباراسيتيك ستيج التروفوزويت، وال dividing stage يكون خارج الـ 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 الأسماك بالبيئة. The tromont secretes a capsule which is sticky and adheres to plants, ornaments, nets and other objects. It divides up to 10 times. هنا أنا راح تتكاثر طبعا من اسم dividing stage by binary fission. Producing tromites that breaks through the nodule wall to form motile infective. هنا هذا الinfective stage اللي هو motile stage، هو الinfective stage يكون 20 إلى 50 micrometer therant. A single trophant may produce over 1,000 therants, thus each can overwhelm a population quickly. طبعا يعني سريع الانتشار، لان عندنا بهاي المرحله يتكاثر الى 10 مرات، وبعدها بالمرحله الثانيه من التكاثر يتكاثر الى 1000 مره، فالانتشار يكون سريع جدا. كلينيكال بريزنتيشن، ايش راح نشوف؟ راح نشوف انفستيشن اوف اكثيوفر فيثروس مالتيفيلس can often be seen grossly. راح نشوف ال infestation، نشوفها على شكل شنو بالعين المجردة ممكن نشوفها on the skin and fins. As the mature trophant stage can range up to 1 millimeter in size, producing the appearance of small white raised bumps on the surface of the skin and fins. Other times,
the infestation may only appear as a small non-specific skin lesion where the parasite penetrates through the epithelium of the skin and fins as it enters or exits from the host. Infected fish will congregate near water inlet لأن هو راح يتكاثر بالقل. إذا تكاثر بالقل إيش راح يصير؟ راح يصير respiratory insufficiency، يأثر على الجهاز التنفسي، بالتالي يروح على الوتر انلت. ليش؟ نسبة الأكسجين تكون عالية، يعني يسوي فلاش زين and rub against the substrate and objects within the environment. طبعا الفلاشينج بسبب صعوبة التنفس، أما rubbing against objects ليش؟ لأن هو يسوي itching، من اسمه itch infection، يعني راح يسبب حكة، فتبدأ الأسماك بحك أجسامها ما موجود في البيئة المحيطة، يعني إذا بالأقفاص على جانب القفص أو بالأحواض كذلك. have increased opercular rate يعني respiratory rate، بالتالي يعني صعوبة التنفس، and have increased mucus production on the skin and gills. As the infestation progresses, the fish becomes lethargic and anorexic, and the superficial skin lesions start to ulcerate and becomes secondarily infected with bacterial and fungal pathogens. طبعا كالعادة دائما تصير secondary infections. فهنا عندنا الإكتيوفيثرس مالتيفيلس لايف سايكل، هنا التروفانت، هذا التروفانت، بعدين الـ هذا الديفايدنج تومنت، بعدين تطلع من عنده الاجزاء مالته الصغيره اللي هي التومايتس او نسميها ثيرونتس، اللي هي هنا توصل للالف، هنا تتكاثر 10 مرات، هنا ممكن توصل 1000 مره. دايجنوسيس ويت ماونت of skin or gills with parasite، رأسا نشوفه بدون تصبيغ. histopathology of skin or gills with parasite. treatment formalin prolonged immersion، formalin or malachite green prolonged immersion، salt prolonged immersion، copper prolonged immersion in ponds only، and raising the temperature above 30 degrees Celsius for 10 days. ممكن ان نستخدم هيترات خصوصا بالبيئة اللي مسيطر على المياه مالتها، وخصوصا هذا الشيء في حالة عندنا نسميها closed systems. formalin bath weekly until cured، كل اسبوع نعيد العلاج بالفورمالين. أو transfer the fish to new aquarium daily for 7 days at 25 degrees Celsius. يعني عدة طرق للعلاج وكلها ناجحة. المرض الآخر كذلك بروتوزوال هو الترايكودينوسيس. many trichodinids species infest marine or freshwater fish including trichodina and other species. All trichodinids have similar morphology. All clinically important species infest the skin or other gills. يعني حتى لو كان السبب مو trichodina لكن ضمن العائلة trichodinids احنا نسميه المرض trichodinosis. ايش راح نشوف بالtrichodinosis؟ راح نشوف mild disease. هو mild disease that typically present as chronic morbidity. دائما اكو هلاكات ما معروف السبب مالتها or mortality طبعا. But in some cases can cause significant losses especially in young fish. دائما الاسماك الصغيرة تكون حساسة للامراض اكثر من الكبيرة. While skin and gill trichodinids only inhabit the surface of the fish, adherence to and suction
on the epithelium may cause damage، وخصوصا من تصير secondary infestation. heavily infested fish are anorexic. ليش؟ لأن راح تلتهي بالirritation those، وبالتالي ما تأكل. lose condition and usually experience low level mortality، يعني 1% per week بس مستمر. but mortalities can be much higher especially in young fish. secondary bacterial infections can greatly escalate the mortalities. trichodinids infestation are seen mainly in fish that are debilitated. okay، دائما اللي هي ضعيفه وبيها يعني immune compromised بسبب امراض اخرى او سوء اداره because of some other conditions مثلا poor nutrition او overcrowding، واللي هاي المشكله اللي عندنا احنا نعاني من عندها بسبب الجهل اللي عند المربين. other diseases at least some trichodinids can survive off the host، يعني خارج الهوست for 1 to 2 days، يعني هو parasite mainly. اوكي okay. كيعيش كباراسيتيك لكن ممكن خارج الهوست خارج الاسماك الى يوم الى يومين، ممكن يعيش الى ان يصيب اسماك اخرى. diagnosis كما في بقية البروتوزوال ديزيزز wet mount of skin or gills with parasite trichodinids are easily recognized. they often exhibit a characteristic scooting motion on tissue surface. وهسه راح نشوف صور للترايكودينا. وكذلك الهيستوباثولوجي اوف سكين اور جيلز وذ باراسايت، هذا اللي هو السايد فيو لاترال فيو، دوائر من السيليا من الاعلى نشوفها بهذه الشكل، يعني شكل مميز للترايكودينا ما يشبه مرض اخر. اوكي فتريتمنت نستخدم الفورمالين باث فورمالين برولونجد اميرجن، بوتاسيوم برمنجنيت برولونجد اميرجن، اسيتيك اسيد باث هذا في حالة الفريش ووتر، والسالت باث في حالة الفريش ووتر كذلك. اما في حالة المارين ووتر مارين فيش نستخدم فريش ووتر، يعني الشغلة معكوسة، نستخدم الماء العذب لعلاج الاسماك الاسماك المياه المالحه، ونستخدم الماء المالح لعلاج اسماك المياه العذبه. كبر برولونجد اميرجن كذلك. زين بعد عندنا المرض الاخر من الامراض البروتوزوال هو الكوكسيديوسيس، او احيانا نشير له بتيشو كوكسيديوسيس. الايتيولوجي virtually all tissue coccidiosis that infect fish belong to the family Emeriidae. okay اللي تشمل شنو؟ الايميريا احنا نعرفها مو جديدة علينا، لان شنو تصيب الدواجن وباقي الحيوانات دارسيها بالمراحل السابقة، لكن عندنا اعضاء اخرى من العائلة الايميريايدي كذلك تصيب الاسماك، وكلها نسميها coccidiosis مثل الجوسيا وكذلك كريستلو سبورة والكاليبتو سبورة، كلها تسبب كوكسيديوسيس. فش راح نشوف؟ راح نشوف في حالة الانتستانال انفكشن ار اوفن اسبتوماتيك، ما نشوف شيء ما لها علامات. but can cause epithelial necrosis and enteritis، وممكن طبعا يصير سكندري، لان من حتى لو شيء بسيط ممكن يستغل الباثوجينز اخرى، ممكن تستغل نقطة الضعف هذه. abundant mucoid material in the gut is characteristic of severe intestinal infections. inflammation may encapsulate oocysts مالت الاميريا او الجوسيا. extra intestinal parasites can also cause lesions with characteristic
destruction of target cells followed by inflammation. Common infection sites include reproductive system, يعني احنا عندنا intestinal infections, intestinal coccidiosis, وعندنا extra intestinal coccidiosis اللي هو يصير بال reproductive organs, livers, spleen and swim bladder. grossly visible nodules راح نشوف هنا الكوكسيديوسيس يختلف عن باقي الحيوانات, او قد يشبه الكوكسيديوسيس بالارانب اذا سامعين انه يصير بالليفر. grossly visible nodules may be present in the spleen or liver or gut. الدايجنوسيس كذلك نسوي وايت ماونت اوف افكتد تيشو ونشوف الاوسيست مالت الكوكسيديا مالت بغض النظر عن المنبر, اي منبر من الاميريدي. هيستوباثولوجيكال سكشن اوف افكتد تيشو وذ باراسايت لايف ستيجز, لان ممكن مو نشوف اوسيست, ممكن الميروزايت صعب نشوفه, لكن الاسكشوال ستيجز ممكن تكون اوضح. تريتمنت مونينسين اللي هو نستخدمه ببقية الحيوانات, تالترازوريل او الاسم التجاري مالته بايتريل, يستخدم كذلك للدواجن كثيرا تالترازوريل. other coccidiostats used in mammals also shown efficacy experimentally, يعني ممكن يكون الامبروليوم ممكن نستخدمه. الميكزوسبوريديوسيس, this is a condition caused by a diverse group of myxosporidian parasites characterized by multicellular spores with polar, طبعا هنا مو بروتوزوا. ميكزوسبوريديوسيس يعني قمنا نحكي خارج البروتوزوا, with polar capsules containing coiled polar filaments. الإتيولوجي, a member of the of myxobolus species infect the skin and fin and fish. ما فتنا بالتفاصيل, لكن الجينس myxobolus بغض النظر عن السبيشيز البقية, لأن ما أريد أدوخكم مني صار الموضوع واسع, احنا نحاول نختصر. فروت اوف ترانسميشن, شلون ممكن ينتقل من اسماك الى اسماك اخرى. ذيز باراسايتس هاف ان اوبليجاتوري ان فيرتبريتس اوبليجيت سوري اوليجو كيتس هوست, يعني شنو؟ يعني لازم تكون باراسايت, اوكي, اما على الاسماك او على الانفيرتبريتس فور كومبليشن اوف ذير لايف سايكل. يعني فبالتالي راح اذا احنا تخلصنا من هاي الانفيرتبريتس راح نقطع اللايف سايكل مالتها. بيسكلي ميكزوسبورز ار ريليزد فروم فيش هوست into the environment either by rupture of cyst or upon death of the host fish. Clinical presentation, راح نشوف superficial raised white cysts, واضحة جدا وسهل تشخيصها, containing numerous spores can occur on the skin of the head, body and fins of the fish. Generally there is minimal pathology associated with cyst, يعني داير ما داير السيست ما نشوف inflammation قوي, but sometimes the cyst can be associated with focal skin erosions and hemorrhage. Sometimes, لكن generally minimal pathology around the cyst. Although the parasite of the skin and fins are generally not a serious problem in the host fish, the disease can reduce the market value of some species of wild and farmed fish. يعني هو ما يسبب هلاكات هواي,
لكن عند التسويق قد يؤدي إلى خفض قيمة الأسماك بسبب الـ abnormal cyst اللي عليها. Diagnosis: the spores of these parasites can be readily observed in wet mount of squash cyst. نجي على السيست نسوي له سكواش يعني نحطمه ونسوي من عنده دايركت سمير، اور ان هيستولوجيكال سكشنز ممكن نقطع هاي السيست نشوف شنو السبورز. مورفولوجيكال كاركترايزيشن اوف ذا ماتشور سبورز كان بي فاسيليتيتد باي جيمز اور مي جرون والد جيمز، يعني هاي موديفيكيشن من الـ من الـ من الجمزستين نوع اخر. اور ان سيلفر نايتريت ستينينج هاويفر سبيسيفيك ايدنتيفيكيشن از جنرالي نوت بوسيبل. اوكي احنا بس نحدد بهاي الطريقه انه هذا ميكزوسبوريديوسيس اور نوت، اما السبيشيشن يحتاج شنو طرق اخرى، قد نستعين بالمولكيولر سيكونسينج يوزنج برايمر فور ذا 18S اند انترنال ترانسكرايبد سبيسر اي تي اس ريجنز اوف ذا ار دي ان اي هاف بين يوزد تو ايدنتيفاي سبيشيز اند تو اسوشيت ذا اكتينو سبورز ستيج فروم ذا Oligo kits with the appropriate mature spores of the fish. In the fish, sorry. فممكن احنا نستهدف يعني جينز خاصة، طبعا هاي يعني بس قولوا لي PCR، انا ما اريد هذا التفاصيل، لكن ممكن نستهدف هذا الجين اللي هو الـ 18S او نستخدم هذا الـ ITS region من الـ DNA حتى نقدر نشخص انه هذا ميكزوسبوريديوسيس اور نوت. الكنترول راح يعتمد a number of chemical methods have been tried with only limited success. However, management practices have proven more successful in controlling outbreaks of myxosporidians. The removal of moribund or dead، يعني اللي دا تحتضر، الأسماك اللي دا تحتضر أو اللي ميتة، and older age classes of fish reduce the number of infective actinospores released into the water. ف يعني الأمور المانجمنت هي أهم من الكيميكال، لأن يعني يبدو أنه عنده مقاومة هذا الباراسايت. Selecting resistant or non-host species for a particular contaminated site has also proven. بعض الأسماك هي تكون مقاومة للميكزوسبوريديوسيس، فممكن يعتبر هاي واحدة من طرق الكنترول. Reducing population of oligochaetes and other potential شنو intermediate host. احنا من نقضي على الانترميديت هوست احنا قطعنا اللايف سايكل. By draining or drying out and liming، نستخدم الكلس نستخدمه للبوند أو نسوي drying فترات من تفريغ الأحواض ونجففها، فراح نقضي على الانترميديت هوست ممكن أصلا بدون أي معاملات، راح نسوي interruption للايف سايكل of the parasite. الى هاي المرض نتوقف في الاسبوع القادم ان شاء الله، نتحدث عن المونوجينيان انفستيشن، والسلام عليكم. لكن عفوا نحتاج نشوف بعض الصور عن الامراض اللي اخذناها، ف اذا تسمحوا لي نشوف بعض الصور من البراكتيكال باراسيتيك ديزيزز.
الأسبوع الماضي تحدثنا عن الفريش ووتر فيلفت ديزيز، اكثيوبودوسيس، كيلو دانيلوسيس، الوايت سبوت ديزيز. راح نشوف اللي هو الاكثيوفثروسيس الاتش نسميه وايت سبوت ديزيز، لين راح تصير هنا. أنا طبعا هذا رينبو تروت يعني مو كارب، فبدنا نشوف انه الروسف سكين ليجن هنا أنا صاير عندنا. هذا هنا أنا دنشوف من اسمه وايت سبوت ديزيز الاتش دنشوفه، هاي النقاط عدة نقاط هنا أنا كذلك واضحة منتشرة هاي النقاط هاي على كل السمكة. وهذا هنا طبعا هذا كاتفيش، لأن قلنا الكاتفيش يكون حساس أكثر. هنا أنا دنشوف انه هاي النقاط اللي هي تجمعات للإكثيوفثرس مالتيفيلس. هاي كذلك صورة اوضح للسمكة صغيرة صار بها هيفي انفستيشن، وتحديدا هاي تشانل كاتفيش ذات اهمية تجارية. هنا أنا وات ماونت اوف اجل بايوبسي showing ichthyophthirus multiflis trophont in encysted within the epithelium. okay اللي هو هذا الابيثيليال سيل هذا and of the primary lamellae اللي هو ال P. هذا الابيثيليوم هذا البرايمري لاملي، وهذا احنا هذا اللي نريده هذا الباراسايت. هنا كذلك اويت ماونت اوف سكن سكريبينج شوينج اكثيوفثراس مالتيفلس تروفانت اللي هو التي. اوكي هذا يعني هذا وهذا كذلك. Key features include the size variation of the pleomorphic parasite. then شوف انه هاي كبيرة هاي صغيرة هاي صغيرة هاي متوسطة، اكو variation بالسايز. and the C-shaped macronucleus تشوف هاي شون النيوكليوس شكلها مثل C، حرف C باللغة الانجليزية. and الاس اللي هو الفيش سكيل هذا كله هذا ماكو هاي الخطوط هاي كلها سكيل هذا السلايد مغطيته السكيل. اوكي وهاي اير بابل هذا البي هاي بابل هذا بابل اير بابل حتى ما نغلط بيها. هنا انا هيستولوجيك سكشن نشوف الباراسايت. اما هنا النيوكليوس ده تشوف ايضا حرف سي. اوكي ف هذني هاي القل، طبعا هاي القل هناك كانت هاي الصوره من السكيل من السكن وهاي من القل هيستوباثولوجي. هنا ستيند سمير اوف ان اكثيوفثراس مالتيفيلس تروفانت نوت ذات ذا نيوكليوس is not C-shaped in this immature individual. In larger individual, the nucleus is usually not visible on a stained smear. بس بال 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 بالدايركت سمير بالويت ماونت. هنا طبعا السمير صابغينها بالموديفايد رايت ستين. الستيجز اللي هي immature نشوف النيوكليوس تكون not C-shaped. trichodinosis مرض واضح الباراسايت شكله ما ممكن انه نخطئ بأمراض أخرى، لذلك هذا نجيب لكم اياه بالامتحان كمساعدة فسهل جدا تشخيصه. وهنا طبعا histopathology نشوف انه بداخل النسيج. coccidiosis راح نشوف طبعا هذا histologic section cross section of yellow perch نوع من الاسماك intestine هذا intestinal coccidiosis
infected with Gaucia species, the entire intestine is occupied by microgametes and microgametocytes. ال V اوكي هذا intestinal villus هذا V intestinal villus اوكي W هذا intestinal wall زين عيني هنا أنا صورة أقرب دنشوف close up view of single villus هذي كانت الانتستين كلها هنا أنا villus واحد هذا كله villus قد تكون هاي نهايته أو هاي نهايته in the previous slide من نفس السلايد هذا ف showing macro gametes okay ال MA هذا الماكرو جاميتس هذا واحد هذا واحد وهذا واحد and micro gametocytes اللي هي ال MI هاي gametocyte هاي gametocyte هاي gametocyte the later is filled with micro gametes داخل الميكرو gametocytes الميكزوسبوريديوسيس احنا درسناها كذلك اللي تصير cyst of an unidentified myxobolus لان احنا دائما نقول myxobolus species بدون ما نحدد يعني اهل الاختصاص فقط اذا يعني واحد يريد يشتغل بحوث يعرف شنو السبيشيز الموجودة بمنطقة معينة ممكن يحاول يشخص السبيشيز لكن بصورة عامة myxobolus يعتبر كتشخيص كافي هنا سيست على البيكتورال فين هذا سيست وهذا سيست وكذلك هاي مجموعة من السيست على الكامان كارب هذا هنا صاير على الجزء العلوي of common carb صاير erosive skin lesion طبعا هو الماشي اكثر الليجن يصير مثل هذا بدون رياكشن لكن احيانا يصير رياكشن مثل ما موجود هنا بهاي الحالات المونوجينيان انفستيشن ان شاء الله نشرحها في الاسبوع القادم واتمنى اذا احد عنده سؤال لا يتردد انه يطرح اسئلته في مجموعة المرحلة او في الكلاس روم الخاص بالمرحلة الخامسة لمادة امراض الاسماك والسلام عليكم.